اهلا بكم محبي محمد صلاح، لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد عن محمد صلاح، وشكرا لكم. اذا محمد صلاح ينال تقييما عالميا بعد تألقه في مباراة خينكوا ليفربول لحساب الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا، حيث صنع محمد صلاح الهدف الثالث وسجل رابع بطريقة عالمية. من هنا صلاح عالم 8.10.